peripheral system إلى الدماغ حتى يصير response لهذه stimulation. قد يكون response هو مكرر محتاج قد يكون involuntary movement مثلا GIT movement يعتمد على stimuli يجيني من الأكل تاكل أنت يدخل الأكل داخل المعدة يصير stimulation للجي إنه يتحرك بشكل أكبر من قبل لكن المصل أنت حتحركها حركتها هذا له علاقة بإرادتها أنت تزيدها وتقللها فقد يكون الانبوت هو voluntary أو involuntary whatever it is هاي المعلومة يحتاج للنقل للدماغ حتى تنقل للدماغ تتم هاي الطريقة اللي هي cellular information processing احنا ما قلنا عندنا الانبوت عن طريق السنسوري نيورونز والريسبونس نحكي عن طريق الموتور لكن شلون يصير بروسيسنج هاي المعلومات هو شغلتين حتى نبسطها كيميكال الكتريكال يعني تيار كهربائي اللي هو عن طريق الصوديوم وبوتاسيوم واكشن بوتنشال الفولتيه مادات الخليه المسالفه خارج الخليه تكون موجبه فاللي راح يصير انه هاي الفولتيه السالبة اللي داخل الخلية والخارج الخلية موجبة من يتخربط ينتقل لعازل عصبي هو هذا الالكتريكال كارنت يعني ايش يتخربط يعني هو النورمال انه يكون ماينس 70 ملي فولت كهربائية مال اي خلية الايونات بالداخل هي الايونات سالبة والخارج موجبة الصوديوم موجود برا الكلورايد موجود بالداخل البوتاسيوم هم موجود بالداخل الشانل ماله مسدود صوديوم يضل شنو مال مسدود من يجي الستيميليشن عن طريق البريفيرال ريسبتر موجود بالسنسوري نيرون راح يجي هاي البروسيسنج اللي هي الشانلز مال صوديوم تفت تدخل الصوديوم الى الداخل والاكشن بوتنشال راح ينقل عن طريق هذا التيار الكهربائي او الالكتريكال ستيميليشن يعني هذا الماينس 70 ملي فولت راح يجي يزداد يصير ماينس 65 ماينس 60 ماينس 50 يزداد يعني الرقم يقل لكن بالماينس معناته يزداد بس هذا البروسيسنج بعدها ايش هي؟ هذا هو سينابس انفورميشن بروسيسنج ات ايتش سينابس نعرف ايش هو سينابس يعني النقطة اللي التقى بين النيورون مع النيورون الاخر نسميه سينابس ان اكشن بوتنشال ارايفينج ات سينابتيك نوب سينابتيك نوب ايش هو؟ هو هذا هو هذا المقطع من النيورون اللي هو هذا هو السيناتيك نود هاي كفر هذا السينابس هاي كفر اسمه سيناتيك فبهذا المكان ايش اللي بيصير؟ هو هذا السيلولر انفورميشن بروسيسنج راح يبدي الانفورميشن يصير فيها بروسيسنج من خلال هذا السينابس ات ايتش سينابس ات ايتش سينابس اكشن بوتنشال ارايفنج جاء اكشن بوتنشال وصل للسينابس عن طريق ايش؟ عن طريق السنسوري ريسبتر اللي موجود داخل الاوركنز العين بها ريسبترات ذو علاقه بالضوء والشكل بالدايمنشن بالحجم الأصابع بها ملمس سطح خشن سطح ناعم هاي الانفورميشن حتى تنقل بهاي الطريقة جاء الأكشن بوتنشال عن طريق هاي الريسبترات وصل للسينابس أن أكشن بوتنشال رايف إلى السينابتيك نوب تريجر كيميكال أو إلكتريكال إيفنت أتفكت أنذر سيل يعني حتى هاي الخلية تنقل لهذا الإعاز أو هاي المعلومة إلى خلية عصبية أخرى لأن هي عبارة عن نقاط مثل ما قلنا المولدة موجودة بالمنطقة وتوزع على البيوت بس كل بيت بينه هذا القاطع أو السكريتر اللي راح تقدر تسد الكهرباء عن البيت أو تفتح من البيت بعدين كل جهاز بالبيت هم عنده خط للثلاجة المبردة للصوبة وكذا فهي تقريبا نفس الفكرة هي مربوطين ببعض هذا الرابط اسمه سينابتيك ليفت أو سينابس فبهذا السيناس من يجي الاكشن بوتنشال يصل الايفنتس اللي راح تصير هي الكيميكال او كيميكال الكيميكال تتم عن طريق النيور ترانسميتر والكيميكال عن طريق الايونات some of the neural transmitter arrive in a postsynaptic cell maybe excitatory or other from different presynaptic neuron
نيورون ينقل اللعاز، بس اللعاز ما انهبيتوري، نيورون اخر ستيميتوري. يعني اللي له علاقه بالبوتاسيوم راح يكون انهبيتوري، واللي له علاقه بالصوديوم راح يكون اكسايتوري. من يفتح الشانل مال الصوديوم مش الصوديوم يدخل داخل الخليه، تفتح الشانل مال البوتاسيوم البوتاسيوم يخرج مره بعدها قلسي. واذا اصلا اكو اكشن بوتنشال راح ينهينه، يصير ديبولارايز، نرجع يصير ريبولارايز، يرجع للريستنج ستيت، لان البوتاسيوم فتح بوتاسيوم خرج من الخارج هو بوزيتيف، داخل الخليه يصير نيجاتيف وهكذا. اوكي، فانا عندي نيورون اسمه اكسايتوري فور سينابتيك نيورون، وعندي انهبيتوري فور سينابتيك نيورون. يعني بعد ما جاء الاعاز راح يصير ستيميليشن، راح يصير انهبيشن، يعتمد على الاعاز اللي جاء. اذا شفت اكثر شيء باتجاه الانهبيتوري راح يصير انهبيشن، اذا اكثر شيء باتجاه ستيميليشن. Postsynaptic potential is greater potential that develop in postsynaptic membrane in response to transmitter. هذا postsynaptic potential، يعني نريد أحفز النيورون اللي postsynaptic بعد ما جاني عاز من presynaptic. Greater potential، إيش greater potential؟ يعني متدرج، يعني حتى ينقلوا أو ما ينقلوا راح يعتمد على summation. جاني من الانهبيتوري، جاني من الستيميلاتور، إيش أسوي؟ منو الأكثر؟ يعني مثلا الضوء خليناه على العين راح يصير مايوسس. ليش؟ لان هذا الضوء راح ياذي العين، فالعين في البروتكشن سيستم يفرز الاسيتايلكولين. هذا الاسيتايلكولين من يفرز النيورون؟ اشلون تحفز؟ عن طريق الضوء. زين، ايش يفرز هذا الاسيتايلكولين؟ الاسيتايلكولين ايش يسوي للمصل؟ يسوي له كونتراكشن، والمصل هو دايم يسوي له كونتراكشن، ينسد. الضوء قليل يفوت يسوي بروتكشن للعين. وبالعكس اكو ادرينالين، هذاك بالعكس تماما، هذاك انهبيتوري. اذا صار الستيميليشن يفتح، يعني انت بعد ما خلصت هاي هي طلعت من الغرفه مال فحص مال الطبيب، ما يحتاج بعد ماكو ضوء على عينك، من راح يصير فيه يزيد الادرينالين، يصير فيه الجسم والاستيكولين يقل الريليز مالك حتى يرجع للحاله الطبيعيه. يجوز ياخذ ساعات، لكن على ايش يعتمد؟ على هذا الجريد. يعني هو درجات متدرج، يجمع النتائج مال الكل ويخليهم مع بعض ويقول راح يسوي كونتراكشن ويسوي ريلاكسيشن. مثل ما احنا جمعنا الدرجات وخليناها مع بعض قلنا لازم نسوي لكم الوضعيه. بالضبط هذا الرسم يمثل هذا الشيء. لاحظ انه هاي النيورونات كلها مرتبطه بالبوست سيناتيك. جابوا له المعلومه، البوست سيناتيك ايش يسوي؟ ياخذ هاي المعلومات يسوي لها ديجيتاليزيشن. يعني هو خلينا نقول انالوج وديجيتال. يعني هسه جاء الاكشن بوتنشال من اكثر من مكان واخذ البوست سيناتي، واحد انهبيتوري والاكثريه ستيميليتوري، يصير ستيميليشن. بالمجموع يصير ستيميليشن. لكن اذا ماكو اكسايتوري، ماكو ستيميليشن باتجاه الاكسايتوري، ماكو ستيميليتوري باتجاه انهبيتوري، يقل الثريشر بعد حتى اقل ما يكمل. ايش ممكن؟ يعني هذا الاكشن بوتنشال بعد ما جاء اذا ماكو اكسايتوري بس انهبيتوري راح يقل اصلا حتى اقل من الطبيعي، يصير اندر بريشر. لكن كل ما يكون اكو اكسايتوري ايش معناته؟ معناته احنا عم نقترب من الثريشر، من عبور سعيد اكشن. يعني ما اجي السطح مسكر شكل راسا الدماغ يتحفز ويقول هذا سطح فشن، يعني هسه تدخلي هذا السطح تحت المجهر يطلع بينه جبال وديان، بس انت ما تحس بيه، لان ما وصل هذا الاكشن بوتنشال، ما وصل الاكسايتوري، ما وصل الى مرحله انه يؤذيك حتى هذا الاكشن بوتنشال يصل الى مرحله انه انت تحسسه. والا كانت الحياه تصير جحيم، يعني كل ما تطخ شغله هاي ما اقدر اطخها وهاي ما اقدر امسكها وهاي ما، فانت تخيل الضوء، هذا الضوء كثير، لكنه الشغله معتمده على هاي الستيميليشن. حتى يصير عندي اكسايتوري لازم يعبر ثريشولد، بس يعبر يبدي الصوديوم يدخل بشكل غير طبيعي للداخل، يصير عندك ستيميليشن. لكن اذا نجي هذا السطح نفسه نخليه تحت المجهر، وهاي الورقه خليه تحت المجهر يطلع بيها يطلع السطح كلش خشن، يعني ما طبيعي بشكل ما طبيعي. لكن نحن ما نتحسس هاي الامور لانه ما وصل لمرحله انه يصير عندي اكسايتيشن للنيورون. فانا عندي انهبيتوري نيورون، النيورون الانهبيتوري الانبوت مالته يسوي انهبيشن البوست سينابتيك ويوقف العمليه او يقللها. لكن بالعكس اذا كان عندي اكسايتوري
راح يصير ستيميليشن ويحفز العملية. وبالحقيقة هذا الميكانيزم مال اكشن بوتنشال مال صوديوم بوتاسيوم يمكن كل الجسم يعتمد عليه. يمكن ماكو شغلاية بالجسم ما يعتمد على الدخول وخروج الصوديوم والبوتاسيوم. وراح تشوفون انه ماكو شغلاية غريبة جدا انه بدري معظم الشغلاية طبيعية. يعني سد الصوديوم جنل، افتح البوتاسيوم جنل، افتح الصوديوم جنل، سد الكالسيوم جنل، هو هذا شغل. بس يقول لك هذا الدواء مال القلب ليش؟ لان هو اصلا عنده سلكتيفيتي على الانسجه مال القلب، ولو هو هم يشتغل نفس الميكانيزم تقريبا. يعني انا ما اقدر اقول لكم هذا الشيء جنرال لان اكو اختلافات بين الدواء ودواء وبين ماده وماده، لكن خلينا نقول الترند العام الاطار العام لشغل الادويه هي تقريبا تعتمد على هاي الشانلز بشكل عام. لكن اكو اختلافات بين دواء ودواء. اكو بوس ريسبتر ترانسليشن باثوي، يعني اصلا هذا الصوديوم شانل والبوتاسيوم شانل هو مرحله اوليه، بعدين وراها اكو كونسيكونسز. مرات هذا الدواء يشتغل على الكونسيكونسز اللي ما بعد الريسبتر، ما بعد الشانلز. هاي الايفنتس الاحداث اللي تصير ما بعد مثلا الفيزيكال يمنع انه تنفتح الفيزيكال، خليه يجي اكشن بوتنشال. او يسوي ريابتيك نيوتراسيوتر طلع ويرجعه جوا. فكانه ما صار بينه ريزي. يعني احنا حنسبق الوقت انه نتكلم عن الادري، لكن انا بس يسعكم معلومه هذا الاكشن بوتنشال وصل للبوتاسيوم شانل تقريبا معظم الميكانيزم مال الادري راح تلاحظون ينذكر به هذا الموضوع. فقلنا السيلولر انفورميشن بروسيس يعتمد على اما عندي بوتنشال مال الادري واكسايتيتوري بوتنشال بوتنشال او انهبيتوري بوتنشال بوتنشال. الإكسيتاتوري أو ديبولاريزيشن that bring the membrane potential to a threshold. يعني تعتسوي stimulation بحيث الإكسيتاتيشن هذا يزيد الأكشن potential إلى أن يصل إلى مرحلة يكون قريب من threshold حتى يصير response. يجوز ما يصل فما يصير response. مثل هذا السطح حسداً ما أشوف لا خشن ما خشن. الحوافي بيخشونه. فإذاً حتى نصل الى هذا الثريشولد حتى الصوديوم يدخل كميات كبيره يحتاج ان نعبر هذا الثريشولد. الاكسايتيتوري ايش شغله؟ يحاول انه يفتح بعض الصوديوم شانل حتى يكون متحضر. يعني انت تمام هذا السطح ما خشن بس يجوز مررت ايدك عليه في مكان ما خشن راح تسحب ايدك. فهو يحاول يدخل الصوديوم قدر الامكان للداخل حتى يكون ايدك عينك اذنك الحراره مال الجسم كل انت متحضر لل انه يصير ستيميليشن يصير اكشن بوتنشال حتى تتحرك حتى تستجيب حتى ايدك لا تشتعل حتى لا تنجرح. فاذا ايش نشوف من الاكسايتاتوري بوتنشال؟ يحاول قدر الامكان هو يدخل صوديوم باستمرار بس ما وصل للكميه انه يعطيك ريسبونس انه انت تتحسس هذا الشيء. والانهبيتوري هو بالعكس هو يحاول ينزل الثريشولد بعيد عن يحاول ينزل الممبرين بوتنشال بعيد عن الثريشولد. يعني هو هذه الصوره. الاكسايتاتوري يحاول يزيد الريسبونس يزيد البوتنشال بحيث نصل الى الثريشولد حتى يصير ريسبونس. بينما الانهبيتوري ايش شو؟ الممبرين بوتنشال يقللها حتى نبتعد عن الثريشولد. الاكسايتاتوري يزيد الممبرين بوتنشال حتى يصير قريبين من الثريشولد حتى يستجيب. الإكسيتاتوري is caused by opening of chemically regulated sodium channel affect area immediately surrounding the synapse. Example استاكولين. يعني إذا جاء الاستاكولين من البوستسينابتيك من البريسينابتيك على البوستسينابتيك النيورون إيش راح يصير؟ إكسيتاتوري. زين هذا إكسيتاتوري البوستسينابتيك إيش هو مفهومه؟ عن طريق الـ opening of sodium channel. أما الإنهبيتوري result from the opening chemically regulated potassium channel. البوتاسيوم يخرج الى الخارج. الممبرين بوتنشال ايش يصير بينه؟ نيجاتيف مور. يعني معناته بالعكس عم يبتعد عن الممبرين بوتنشال عم يبتعد عن الثريشولد ما يصير ريسبونس. فهذا انهبيتوري. ان ترانس ممبرين بوتنشال وي ريستينج ات 85 ملي فولت ات ماينس 85 ملي فولت. يعني بالريستينج بوتنشال هو ماينس 85. بنحط ماينس 70 ماكو ريسبونس وراها من يصل ماينس 67 راح يبدي الريسبونس. بيكوز انهبيتوري ذا ستيمولس ويل ديبولرايز ات اونلي تو ماينس 75
which is still below the threshold. يعني لحد ال minus 75 انت بعدك ما كنت وصلت للثريشولد. الصورة تحت المجهر الالكتروني يوضح كيف البريسينابتيك مربوط بالبوستسينابتيك نيورون. لاحظ هذا السيل فديما نيورون اللي هو بوستسينابتيك، وهي النيورونات الصغيرة الجاية من الجسم جاية من الانبوت تدخل هاي المعلومة إلى البوستسينابتيك عن طريق هاي التيرمينالز. هذا رسم بينما هذا شكل طبيعي أو عن طريق المجهر الالكتروني. فمثلا هذا النيورون نلاحظ أن الأخضر هو إكسايتيتور والأحمر هو إنهيبيتوري. فإذا جانا أكثر من ريسبونس من الإنهيبيتور راح يصير عندنا إنهيبيشن نيورون، وإذا جانا ريسبونس من الإكسايتيتور راح يصير عندنا. لكن أيضا بيها تفاصيل، يعني أكو سميشن، نجمع الدرجات، نجمع المعلومات مع بعض ونخليهم مع بعض ونعطينا قرار نهائي. هذا التجميع يسمونه سميشن، سميشن عادي جمع. بس أكو في نوع زماني ومكاني، بس راح نجي عليه. Summation is the mechanism responsible for integration of EPSP and IPSP with some combination of the two in the postsynaptic neuron. مثل ما قلنا الانبوت 24 ساعة موجود، يعني انت جسمك 24 ساعة حيتحسس المحيط ما الجو. مثلا بالليل انت نايم مرات تقعد من الحر، تقول قعدت من الحر، زين انت كنت نايم لأنه النيورونات شغالة هتجمع الانبوت وهتسوي له سميشن وانتجريشن، هتجمعها وهتسوي له بروسيسنج وهتوديها للدمام حتى تتخذ اكشن. هذا الاكشن اكيد راح يكون مفيد لجسمنا، واذا كان انجرحنا وكان ينزل الدم والدم يخلص واحنا ما نعرف اصلا كنا انجرحنا. فاذا العمليه هي كالتالي، نجمع المعلومات من الاكسايتاتوري مع الانهبيتوري ونسوي لهم انتجريشن، نجمعهم مع بعض وطلع نتيجه نهائيه ونقول الريسبونس راح يكون كالتالي. إما إنهبيشن أو سميشن. لكن عملية السميشن هاي بها أنواع تيمبورال وسباشيال. التيمبورال يعني تيمبو سباشيال زمكان، تيمبورال زمان وسباشيال مكان. المكان إيش نقصد بها؟ يعني من يجيني ريسبونس من عدة نيورونات من عدة مكانات يصير لهم انتجريشن مع بعض على نيورون واحد بوستسينابتيك، هذا نسميه مكان جامع عدة مكانات. بينما زماني يعني جو قريبين من بعض، يعني فيزيكال مال استاد كوني او مال ادرينالين مو مخزون، اذا جاء ستيمولاي راح يطلع جزء من عنده، جاء ستيمولاي اخر يطلع جزء من عنده، جاء ستيمولاي اخر ايضا جزء يطلع. اذا كانوا قريبين من بعض الزمان راح يخليهم يصير عندي اكشن بوتنشيال. فرق بالزمان يعني من نفس المكان؟ لا هو من نفس المكان بس انا يجي متتالي وبيناتهم فتره زمنيه قصيره، يجوز يجمعون يعطيني اكشن بوتنشال يسمونه تيمبور. بينما جاءت اكشن بوتنشال من عده مكانات قليل قليل نجمعها مع بعض صار مكاني هم يعطيني اكشن بوتنشال. فاذا عمليه السميشن هي عمليه معقده، حتى يقول راح يصير عندي اكسايتيتوري او انهبيتوري هي عمليه معقده، لكن يعتمد على البروسيسنج مالتها اما تيمبورال او سبيشال. هاي الديتيلز مالتها كالتالي. تيمبورال سميشن از اديشن اوف ستيمولاي اوكرينج رابيدلي ات سينجل سينابس. جاني معلومات من انبوت واحد على سينابس واحد. Every time an action potential arrive at that synapse another group of will discharge its factor into cliff. يعني هاي هيجيني ريسبونس من سينابس واحد. ايش من سينابس؟ هو هذا. هذا واحد سينابس، هذا واحد سينابس، هذا واحد سينابس. من واحد منهم جاني ريسبونس مترادف، كل شوية يجيني واحد، كل شوية يجيني واحد، كل شوية يصير ريزي ستاكولي، بس جو قريبين من بعض تيمبور صار عندي اكشن بوتنشال. يعني تمام هو كميات قليلة بس إذا انجمعوا من كليف مع بعض يجوز يصير لمرحلة يعطيني سينابس. Temporal summation قلنا إذا من single synapse جاني action potential أو stimuli راح يصير بين summation بمرور الوقت بحيث ال physicals اللي صار بها discharge مثلا scalcolin أو adrenaline تجمعت بالكليفت وصلت إلى مرحلة تعطيني action potential. هنا راح نسميها temporal summation.
Every time more scaffolding arrive as postsynaptic membrane, more chemically regulated channel open, degree of depolarization increases, series of small steps can bring the initial segment threshold, leading to action potential. هاي series of small steps هذه بحد ذاتها لو نتكلم عنها هي عبارة عن محاضرات فيقول لك يختصر لك يعني أنه series of postsynaptic action potential. فإذا نحن المطلوب من عندنا نعرف معنى temporal summation اللي هو ترادف زماني بالستيمولاي مجموعة من الستيمولاي يجي على سينابس واحد من مكان واحد لكنه وصل إلى مرحلة أنه كانوا قريبين من بعض بحيث الفيزيكال مال ستاكولي من عين فتح على البوستسينابتيك نيورون أدى إلى أنه يصير عندي أكشن بوتنشال اللي راح يصير هو أنه every time ستاكولي أرايف at synaptic at postsynaptic membrane يعني بعد ما يصير بينه ريليز من البريسينابتيك على البوستسينابتيك وبكميات متتابعة بيناتهم زمان قليل ممكن هاي الكمية تتجمع more chemically regulated channels open راح تنفتح channels ويدخل الصوديوم للداخل يصير عندي degree of depolarization increase series of small steps leading to action potential translation or transformation يعني ما هو الزمان هذا الزمان إذا لحق يسد channels خلاص ما يصير action وجزء أصلاً من الفيزيك إحنا ليش عم نقول هنا الزمان مهم لأن جاء أكشن بوتنشيال وراها أجزاء من الثواني جاء أكشن بوتنشيال آخر راح نجمعهم مع بعض وتك أكشن هي من الرسم أمامك لاحظ أنه جاء أكشن بوتنشيال هذا ثريشولد هذا ريسكين وهنا عندي الماينس 7 هو لي هنا ما هو أي إحساس بالأكشن بس راح يبدي كل ما يزداد يصير قريب من الثريشولد كل سنة عندي أكشن بوتنشيال. عندي تو ستيمولا على نفس السينابس جوني مع بعض بس بيناتهم فترة زمنية كبيرة بينما هنا جاني واحد الذاكرة معهم عبر الثريشولد وطلع أكشن بوتنشيال. هذا السميشن كان نجمعهم بيناتهم واحنا عندنا E1 إكسايتيشن 1 إكسايتيشن 1 وهناك أيضا عندي excitation one excitation one الفرق بالزمان يعني هذا جاء وراها أجزاء من الملي ثانية جاء الآخر بينما هنا ما لحق جاء action potential مباشرة جاء بسرعة هو الفكرة مالتها أنه بس تتخيل الصوديوم ماكو شغلة داخل الجسم هي صفر ماكو صفر دائما أكو الأكشن اللي تسمع بينه موجود داخل الجسم هو موجود 24 ساعة يعني ماكو هرمون والله اليوم زاد هو موجود لكن يزداد يعقل حسب الظروف والمكان والزمان وعمرك وحالتك الصحية وكذا وكذا ولهذا يقول لك السكر الرينج ماله من كذا إلى كذا يعني إحنا سكرنا راح كل تنقيس السكر كل ترى إحنا نطلع ضمن الطبيعي لكن اختلافات كل اختلاف كل شيء يعني جزء واحد من عندنا ما متريق الصبح مثلي يجي يعني طعم 80 الاخ متريق مثلا 120 او متريق قبل شويه بعد اكثر وهكذا بس كل تفرق من الرينج انا ما اقدر اقول الصوديوم ابد ما يدخل لا شانل الصوديوم مسدوده لكن اكو صوديوم مايه روح تعال تفوت تعبه الاخرى بوتاسيوم مايه تطلع لان هاي الشانلز مثل ما يعني هي لازم ما تموت لازم دائما تكون شغاله لازم ما تكون مسدودة أبدا يعني حنفية مال مي بالبيت مسدودة لو مفتوحة هي أنت بخلي لها سدادة عتفتحها من تحتاجها ما تمام فهي نفس الشيء هي ما مسدودة هي دائما مفتوحة لكن عند الحاجة تنفتح بكميات أكبر فجاء الأكشن بوتنشيال فتح 4, 5, 10, 20, 100, 1000 ما يكفي بس بمجرد ما وصل مرحلة الثريشولد كلها تنفتح سوية ليش؟ حتى انت تسحب ايدك من النار من الواخزه من الحراره من الاكشن من الضوء يعني انت تخيل انه مرات سديت عينك خلال اجزاء من الثانيه ضوء عالي مثلا بلينكينج يصير هذا شلون صار انت اصلا ما يمل السالفه الاكشن بوتنشال انتقل وسد الجفن فاذا العمليه كالتالي هي أنا عندي البروسيسين مستمر بدون توقف الصوديوم عيد والبوتاسيوم كم مش قليلة
جاء ستيمولاي واحد اثنين ثلاثة كلها يعبرها الجسم ولا يحسب الأعصاب، بس بمجرد ما وصل إلى مرحلة إنه كميات كافية من الصوديوم شانون انفتحت ووصل للثريشول، عند الثريشول كلها تنفتح، لأنه لازم يصير ريسبونس حتى أنت تحس بالألم، تحس بالحرارة بالتحت، هذا يسمونه temporal summation. زمان الزمان يتحكم بي، جاك شو بوتنشيال، تأخر الأخ ما يصير في summation ولا تحس بهذا الموضوع، جاك شو بوتنشيال مباشرة جاء الأخ، ونفس السينابس ينجمع مع بعض الطين temporal summation. أكو حد ناخذ spatial يعني مكان أكثر من السينابس، كل واحد شوية ينجمعوا صاروا أكشن بوتيشن. سباشل سمي أوكا وين إكسايتيشن بروديوس مين. يعني هاي طويلة شوية أقرأ إكسايتيشن. إكسايتيتوري بوس سينابتي باثوي بروديوس نيرلي سيميلتانيوسلي باي ديفرنت سينابس أون ذا سيم بوس سينابتي نيورون آت تو ذا سيميلتانيوسلي. يعني أشنو سيميلتانيوسلي؟ يعني مع أشنو؟ يعني متزامنة مع بعضها. يعني هسه اثنين يفوتون مع من الباب متاخرين مع بعض نسميه سيميلتانيوس، يعني يدخلوا سويا. فالسيميلتانيوس يعني جاء الاكشن بوتنشال من ديفرنت سينابس ما نفسه وبنفس الوقت لكن كميات قليله من ديفرنت سينابس. هذا ايضا يشعرك بالخطر، يقول لك اكو مشكله لان اكثر من مكان اكد لك اياها. يعني مثل ما ستنقول الامتحان مال كويز فلان يوم نفس الوقت والتاريخ جاء دكتور عبد الله قال لكم هاي، يعني هذا تأكد ما بيها مجال. بعدين العمادة هم قالت لكم امتحان مال فيزيولوجي أو كويز مال أكثر من جهة أكدت لكم نفس الموضوع نفس التاريخ نفس الوقت، فهذا نفس الشيء. البوست سيناتيك راح يأخذ هذا بنظر الاعتبار. نعم دكتور، البوست سيناتيك جاء له أكثر من ستيمولاي من عدة مكانات كميات قليلة راح يعطيك اكشن بوتنشال. مصطفى انتبه، مور ذان ون سينابس از اكتف ات ذا سيم فور صوديوم ايون اكروس تايم، نفس الوقت اكثر من صوديوم شانل ينفتح مع بعض نجمعهم ايش يصير عندي اكشن بوتنشال. اول ويل بوست سينابتيك ممبرين از ان افيف اون ذا انيشال سينابس كميلاتيف. كميلاتيف شنو؟ يعني تجميعي، نجمعها مع بعض نحسبها والله يحتاج انه يصير عندي اكشن بوتنشال. فالجسم يفكر بالشكل هذا، ينطي إعاس بناء على هاي الأمور. degree of depolarization depend on number of synapse active leading to threshold then action potential. يعني الجزء ما يصير ريسبونس إذا جاء من أكثر من مكان بس قليل، وبنفس الوقت الجزء ما يصير. فلازم أكو حد معين يعبروا هذا نصل للثريشولد حتى نعطيك أكشن. يعني هذا الرسم يوضح لك المرة كنا نقول E1 E2 بينما هنا نقول E1 I، يعني أكثر من سينابس من جانب تو سينابس مع بعض وقريبين من بعض راح تنيا شنو في شيء ديفينيت، بينما يجوا متباعدين ومن مكانتين مختلفين أيضا ما راح تنيا شنو في شيء. إذا عندي E1 وE2 إيش معناته؟ معناته جاني أكثر من مكان يجمعون مع بعض، يجوز يعطيني جزء ما يعطيني أكشن بوتنشال. إذا كان كافي إنه يعطيني أكشن بوتنشال، مرات الوقت راح يتحكم فيه، يعني تمام جاء أكثر من مكان لكن ما متزامنين، يصير سباشيال وتيمبورال، تجمعهم مع بعض هم ما صار عندي أكشن بوتنشال. فإذا إيش معناه؟ معناته السميشن هو دقيق جدا، بحيث أنت إما تحتاج يصير عندك إكسايتيشن أو إنهيبيشن. دكتور أنا من عدد أقول هاي الكلمات هي عامة، يعني نقصد بها جي اي تي لما نلاقي فات جو داخل الجي اي تي، العين صار عليه نظر، الملمس خشن ناعم حراره. نحن ما نقدر نجي نحكي، راح نحكي على وحده وحده الشغلات المهمه، بس بشكل عام الانفورميشن يصير بين بروسيسنج بنفس الطريقه، يعني الميكانيزم هو واحد. يعني انتم بتمتحنون صيدله فيزيائيه فسلجه لا خشنه وش اسمه مايكرو، تمتحنون كلكم نفس النظام ساعة ونص كذا، لكن كل واحد المادة الداخلية شكل، السيستم النظام هو واحد داخل الجسم، السيستم النظام هو واحد سواء كان الجي اي تي للعين للإيدين، الترانسميشن هو نفسه. يعني مو انت اكلت قطعة صغيرة من الاكل كل الاسيتايل كل لازم يصير بينو ريليز والجي اي تي تتقطع وتتحرك، لا يعتمد على حجم الكمية اللي اكلتها.
مثل ما انت تسوق سياره تزيد السرعه عن طريق تدوس اكثر من البنزين، اذا تقللها راح يقل، وهكذا. يعني هي سنسرات طوافات مثل طوافه مال المبرد يزداد ويقل. فاذا اكو حاجه يصير فيها ستيميليشن، ما اكو حاجه يصير فيها انهبيشن. لكن البروسيسنج تفتهم البروسيسنج بهالطريقه هذا كله نفس الشيء، كله يعتمد على الكيبور والسبشن. تفضل. هذا الخط المتقطع يعني الحد الاقصى؟ لا، هذا الثريشولد دائما نرسمه متقطع. من يعبر يصير اكشن بوتيشن. يعني هنا اكو صوديوم عيدخل، هنا اكو، هنا اكو صوديوم عيدخل قليل جدا، وماكو شيء داخل الجسم صفر دائما اكو. يعني يقول لك هاي الخليه يفرز ماده انترليوكين 2، هو يفرز يوميا 24 ساعه بدون توقف، بس الكميه تزداد تقل حسب الالتهاب. صار التهاب، هذا الكميه اللي هو 1 نانو جرام يصير 10,000 ضعف، 100,000 ضعف. يعني شو الخلايا مال التي سيل مال المناعه تفرز ماده اسمها انترليوكين 2، من يوم تولد هي تفرز انترليوكين 2، ولي ما نموت تفرز انترليوكين 2، بس صار عندك كورونا يصير مليون ضعف. هو هذا اللي لازم تفتهمه، انه داخل الجسم ماكو شيء اسمه صفر، اكو شيء اسمه اكو قليل زاد قل، ولهذا الادويه ما تنهي تقلله، ولهذا تحتاج يوميا تاخذ العلاج، لان الامراض معظمها كنترولبل نون كيورابل، يعني ما نعالجها نسيطر عليها. فالفكره مالتها انت ما تقدر تنهي شيء، وانما تقلله بحيث الشخص يعيش نورمال ديلي اكتيفيتي كونتينيو. ما فيش كان السؤال الثاني. لا، هو عندي جاني من تو ريسبونس من مكان ثاني قليل، هذا اللي يهمني الجسم، وجزء الوقت هم يدخل عليهم. يعني مثلا بالصوره الاولى بالبدايه هنا عندي ستيميوليشن بس قليل ما عبر الثريشولد، وجاني ستيميولاي اخر اصلا ما عبر حتى ما بيني ريسبونس، جاني ستيميولاي اخر انهبيتوري اصلا راح يقلله حتى عن الطبيعي. هنا عندي تيمبورال وسباشيال. التيمبورال نفس السينابس، السباشيال هو اهم. ليش؟ لان السباشيال راح يجمع الاكسيتوري مع الانهبيتوري، ما من اكثر من مكان. فانا عندي اكسيتوري وعندي اي انهبيتوري يجمع مع الكل، يجمع مع الانهبيتوري مع الاكسيتوري ويعطيك الريسبونس، يقول لك يا يصير اكشن بوتنشال او بيصير. واضح؟ اكو احد ما بتهم؟ هي كل الاجزاء الثانيه حتى ما بيها وقت. ما ممكن انه يعني ما اعرف بصراحه، ما عندي رقم دقيق اقول لك اياه. بس هي كلها التعامل بالجسم مع الريسبونس والاكشن بوتنشال هي اجزاء الثانيه. ما اعرف حتى وحده القياس ما لها شيء. هسه واضحه؟ تمام؟ راح يصير سميشن للانهبيتوري مع ستيميليت. ستيميليت سباشيالي اند تيمبورالي، اثنيناتهم الانهبيتوري والاكسيتوري نفس الشيء، السميشن مالهم سباشيال وتيمبورالي. But IPS activation of different types of ion channels, so antagonism of IPS and it is important for cellular formation process. الانهبيتوري هيعتمد على ايش؟ على اكثر من شانل. يعني انت الانهبيتوري تقدر تسويه عن طريق الصوديوم، لا تخلي الصوديوم يدخل الداخل، بس الاكسيتوري بس عن طريق الصوديوم انه يدخل الداخل. الانهبيتوري تقدر عن طريق البوتاسيوم تطلعه الى الخارج. تمام؟ فالانهبيتوري هو اوسع من الاكسيتوري. والادويه حتى تشتغل لازم تشتغل على هاي الشانل، حتى تاثر على السيلولار انفورميشن بروسيسنج. انت هسه تقول ارجع للادويه. البين وجع. البين ستيميولاي ينتقل بهاي الطريقه، بس وقف هاي الصوديوم شانلز البوتاسيوم ما ينتقل خلاص. تمام؟ يعني تاخذ انرجيسي قسم من عندهم ما كله، حتى لا بعدين تاخذوه تقولون كان يقول لنا قسم من عندهم يشتغلون بهذا الميكانيزم، قسم من عندهم. اي وقف هاي الشانلز بعد الستيميولاي ما ينتقل، راح البين. هو مسبب البين موجود بس الطريق ماله انقطع. يعني المخدر؟ لا مسكر. هاي الادويه ايش راح تسوي؟ الثريشولد ترفعه او تنزل
الريستينج بوتنشال اكثر يصير بعيدين عن بعض. هو اكثريتهم يشتغلون من الثريشولد يبعدون الممبرين بوتنشال يقللونه بعيد يكون كلش بعيد عن الثريشولد. اشلون بوتاسيوم يطلعونه برا راح تشوفون تقرون بعض الميكانيزم مع بعض الادويه يقول لك هذا الدواء يفتح البوتاسيوم جامد راسا لازم تروح عندك بوتاسيوم يطلع برا لاكشن بوتنشال راح يصير بينه الممبرين بوتنشال يقل فبالتالي العزل العصبي ما راح ينتقل. ليش؟ لانه الممبرين بوتنشال قليل ما يصل للثريشولد. ايش قللته انت؟ اعطيت الدواء، ايش سوى الدواء؟ فتح هذا البوتاسيوم شان خلى البوتاسيوم يطلع بحيث الممبرين بوتنشال دائما قريب من الريستي ما بينه ستيميوليشن، المسبب موجود بس انت منعت الاكشن من ينتقل. الدواء راح يكون عن طريق الانهبيتوري يعني الدواء ايضا يشتغل بشكل لحظات ما له علاقه لا بالزمن ولا بالعشر على كل الدواء. يعني اذا كان الدواء ستيميوليتوري على كل ستيميوليتوري اذا ينفتح على كل ستيميوليتوري. الستيميوليتوري عاده يكون من نفس ماده الجسم اشياء يعني هو ستالكولين او يسبب ريليز للستالكولين او هو شكله الستالكولين. واضح؟ يا اما هو كدواء ستراكشر ماله يشتغل مثل ما الستالكولين يشتغل، فاذا تنطيته راح يشتغل نفس الستالكولين صار ستيميوليشن. دكتور؟ نعم. دكتور هو صوديوم يدخل على النيرون سيل؟ وسيل ممبرين مال نيرون داخله نيجاتيف خارجه بوزيتيف داخله كلورايد خارجه صوديوم والبوتاسيوم هم موجود بالداخل كميات قليلة يعادل الأمور. يعني إذا طلع بوتاسيوم كثير برا بحسب أنه هاي اليوم بعد ما يصير في المستميش حتى إذا أستميلا يعني أنت مجروح أخذت من الجسم بوتاسيوم يطلع برا على رغم أن الستميلا موجود بس تعادله كل ما عيد الصوديوم بوتاسيوم يطلع برا أنت تضي الدواء حتى تطلع البوتاسيوم برا فشو عسين من البوتاسيوم دائما قريب من الريستي بقيت الأمور. إذا صوديوم موجود جوا جالس تيميلاي راح يعبو. هو صوديوم موجود برا جالس تيميلاي فتح الشان يفوت الصوديوم من الداخل يخربط الغلطية. فخليه يصير فيها ستيميليشن. وش الفائدة؟ صار ستيميليشن بعدين. الفيزيكال راح تتحرر. يعني يصل للنيرف إندينج نهاية العصبية. نهاية العصبية إيش تحتوي؟ على فيزيكال. فيزيكال إيش هو داخله؟ نيوروترانسميتر. يصير الريس نيوروترانسميتر. إذا كان نيورون مالتك التيرمينال هو انهبيتوري راح يصير انهبيشن بوست سينابي ستيميليتوري يصير ستيميليشن بوست سينابي. زين صار ليش العز ما انتقل؟ ما هو سميشن جاني انهبيتوري ستيميليتوري اجمعهم مع بعض ايش اجمعهم؟ تمبورال وسباشيال جاني اكثر من العز بنفس الوقت تمبورال جاني اكثر من العز من اكثر من مكان سباشيال جوني كلهم مع بعض اجمع الانهبيتوري مع ستيميليتوري واقرر هلا كوشن هي عملية رياضية يعني هو الديجيتاليزيشن يتحول إلى تقدر تقيسه إذا أكو أجهزة أكو أجهزة يعني تقدر تجيب نيورون تشلوه من الجهاز وخليه له ستالكولين وقيس كل ما تزيد تقدر تطلع هاي النتائج مال تيمبورال سباشل هاي النتائج ما مرسومة بليد هاي حقيقية هاي من النيورون مال أنيمالز مثل مال أرنب مال فار مال وات إيفر يعني هذا النتائج حقيقية فعلا تقدر تسويه بالأجهزة وتضيف ستالكولين أدرينالين وهذا اختار ممكن يعني انهبيتوري يجي واحد ورا الاخ يعني لا هو انهبيتوري ما مو مسألة تجي ورا الاخ نفس السينابس تيمبورال أكثر من السينابس انهبيتوري سباشال تجمعهم مع بعض وتعطيك الأكشن يعني بالضبط هو مثل ما تلاحظون هذا نهاية عصبية جاية من أكثر من مكان اكسايتوري اكسايتوري سينابس ستيميليشن نهاية عصبية أخرى جاني أكثر من ريسبونس واحد منهم انهبيتوري وفي ستيميوليتوري ينجمعون ويعتمد على التيمبورال سباشيال ونضيف ريسبونس يعني الدواء منور زين هذا منور مش هيسوي الدواء يقول لك هذا الدواء منور مش هيسوي يفتح الشانلز مال الكلورايد أو يسد الشانل مال الكلورايد حتى لا يطلع برا ويدخل الكلورايد أكثر من الداخل ويطلع البوتاسيوم إلى الخارج يصير أكثر نيجاتيف هذا واحد من الأدوية مثلا هذا الفايبر إذا استمعنا
يشتغل هذا الميكانيزم وهكذا. يعني هو تقريبا ملخص الموضوع هو يعتمد على هذا الاكشن بوتنشال. هو موضوع مهم حقيقة. ولهذا انا عيتم انا كنت اعطيتهم هي الالكتروني بس يحتاجها فاسيليتيشن سبيشال بيبولس ميشن اوف اكسايتيتد ويل نوت سيتي بولارايز انيشال سيجنال تو ثريشولد بس افري ستيب كلوزر تو ذا ثريشولد ميك ات ايزير فور ذا نيكست ستيمولس تو تريجر ان اكشن بوتنشال. سو نيورون ذات هاز بين brought closer to the threshold is facilitating. إيش معنى facilitation؟ يعني واحد يعاون الآخر. هو facilitating يعني تعاون. تسهيل. إيش التسهيل؟ تسهيل مهمة. جاء stimuli حفز النيورون بس ما وصل للثريشولد. قربوا. جاء الآخر عاونوا طلع الثريشولد. تو stimuli جو. أول واحد ما قدر يوصل للثريشولد بس حضروا النيورون. إنه يكون جاهز للستيمولاي الآخر حتى لو قليل حتى لو من مكان آخر حتى لو تيمبورال حتى لو سباشيال. المهم حضر النيورون إنه ينترسبونس يسمونه فاسيليتيشن. يعني مرات الستيمولاي هيجي يلاقي النيورون هو مهيج بس ما كان وصل للثريشولد بسهولة راح يوصل للثريشولد. خلص نفتح كل الصوديوم شان خلص الصوديوم من داخل الثريشولد انتهى. سباشيال أو تيمبورال سميشن أوف إكسايتيتي ويل نوت نيسيسيري ديبولارايز the initial signal to threshold. But every step, كل خطوة, كل stimuli closer to the threshold make it easier for the next stimuli to trigger an action potential. This is called facilitated or facilitation. يعني إيش facilitation؟ يعني هذا جاء stimuli C شوية زي action potential بس ما وصل threshold ما عنده response. جاء D جاء E كل شيء ما بس جو سي والإي نجمعوا مع بعض في مكان ما. هو أصلا هذا النيورون صار بفترة يتأيج شوية شوية شوية. هذا يسمونه فاسيليتيشن. تمام هو لا الزمان خدم ولا المكان خدم بس هو جالك النيورون أوريدي ستيميوليتد شوية ستيميوليتد شوية الصوديوم كنت دخل الدار هو دخل شوي صار عندي أكشن بوتنشال. For example, nicotine stimulates postsynaptic acetylcholine receptor, producing prolonged extra excitation that facilitates CNS neuron. يعني إذا تخلي نيكوتين على نيورون معين بمختبر أو whatever, بحسن stimulation لهذا النيورون بحيث حتى يساعد الأستيكولين الموجود داخل الجسم أنه يصير عندك ريسبونس. فإذا أخذ الدواء ينتج أكشن معين مرات راح تشوفون التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية يهيج الأعصاب نيرفس نيرفسنس. يعني بالعربي ما نقول أني نيرفس منين جاي كلمة نيرفس من نيرفس يعني نيرفسنس يعني متعصب ضايج. إحنا ما نقول أني نيرفس هي جاي من نيرفس. هذا إيش يعني نيرفس؟ يعني تأخذ الدواء هذا الدواء هيزيد النيورونال ستيميوليشن ويا ما المريض راح يصير عنده سايد افكت من هذا الدواء نيرفسنس. هذا النيرفسنس منين جاء؟ لانه هذا الدواء يشتغل شغلايه بالجسم يشبه النيوروترانسميترات الموجوده بالجسم كتاثير جانبي. يعني انت اخذته على مدى الظهر لكن تاثيره الجانبي يصير نيرفسنس لان هو هيقلل البريشر في مكان معين للنيوروترانسميتر معين يؤدي الى هذا الاكشن. اذا مواد معينه مثلا الكافيين الصبح من يجي يشرب قهوه على مدى حضر المحاضره ينتقل المعلومات ايش يسوي القهوه؟ هو حيتلاعب بالاكشن بوتنشال مالت من انت تكون متهيج متحضر جاهز لتلقي المعلومات. انت اصلا جاي جاهز ومفكر انه عندك محاضره بس هذه يساعدك. فاذا يكون مواد خارج الجسم اللي تاخذها راح تساعد انه تسوي stimulation, nervousness, يتهيج النيورونز أو تقربوا من الثريشولد بحيث أنت متجه على المحاضرة ويا الثريشولد يكون أفضل. They lower the threshold at initial segment so smaller than usual depolarization will cause an action potential. يعني أنت جاي على المحاضرة أصلاً من البيت جاي تعرف إن عندك محاضرة
وجيت أخذ معاها الصور، هذا راح يزيد يحضرك أكثر من المحاضرة. ليش؟ لأنه they lower the threshold at initial signal so smaller than usual depolarization because of natural protection. يعني threshold هذا بعيد يقربه يقلله يكون قريب من الأكشن بوتنشال. الأكشن بوتنشال ما ليش؟ مو ما الحرارة وما السطح عشان مادة ما يستوعب. لأن إحنا قلنا إحنا بالنتيجة النهائية عم نتكلم عن جميع البروسيسنج اللي تحصل في الجسم كلها مع بعضها هي نفس الفكرة، يختلفون بس بالمكان اللي راح يصير فيه ستيميليشن، الجلد، العين، الدماغ، الجي اي تي ار وهكذا. They also increase the amount of acetylcholine release. بالحالة هذه كمية acetylcholine release راح تزداد، يصير عندك excitation، تحضر المحاضرة، أفتهمها، أفوت على الامتحان ما أجاوب. بينما اللي يسوي inhibition للإكسيتيتوري نيورون open chloride channel rather than potassium regulated channel. بينما اكو مواد اخرى يعني مثلا تشرب شنينة بينو تايرامين هذا راح ينيمك من النوم. ليش؟ هو هذا يسوي stimulation انه يفتح الكلورايد شانل تدخل للداخل والبوتاسيوم يخرج للخارج يصير نيجاتيف اكثر، فهذا يفيدك تاخذه بالبيت الصبح وانت تجي تشرب قهوه. The equilibrium potential for chloride ion is minus 70. يعني chloride ion بيحط minus 70. Okay, ماكو مشكلة. بعدنا بالريستين. لكن بعدها راح يصير الاستيميليش. With the chloride channel open, any shift in transmembrane potential to minus 65 above minus 70. Then now minus 65 or further minus 70. Okay. Chloride ion start rushing into the cell, so will acquire much longer than normal stimulus depolarized. The membrane perfusion. أي بالحالة هذا أنت حتى مرتبة تحفز هذا النيورون يحتاج كميات أكبر من stimulation. لأن أنت أصلاً طيت مادة مثلاً تفتح الكلورايد شان بحيث الكلورايد تدخل للداخل. أو مادة يخلي البوتاسيوم يطلع للخارج. أو مادة يخلي الصوديوم ما يدخل للداخل. يعني النيورون إيش هتسوي بيه؟ تسوي له inhibition. حتى مرتبة تريد تسوي stimulation lower. يعني لازم تشرب أربع كوبايات. عوض ما بلاس واحد. يعني بالضبط الإكسيتاتوري مثل ما تلاحظون هاي أمامكم. صوديوم شانل انفتحت كميات قليلة ماكو أكشن، بعد شوية أكثر ماكو أكشن، بعد شوية يصل إلى مرحلة إنه كل الصوديوم شانل راح تنفتح يصير عندك أكشن كلش. الإكسيتاتوري هو بالعكس. مثلا اذا الكلورايد دخل للداخل هو نيجاتيف وانت عاد دخل نيجاتيف الى الداخل ايش يصير؟ يصير بعد الثريشولد يعني بس انت ابتعدت الثريشولد بعد يعني بس احنا ابتعدنا بحيث صرنا اقل من الماينس 70 احنا حتى يصير عندنا شيء يحتاج نقرب من الثريشولد يحتاج انه نعبر الماينس 70 الى الماينس 65 ماينس 60 حتى يجي الصوديوم ينفتح كل التشانلز ويدخل للداخل يصير عندك اكشن بوتنشال. الثريشولد هو مكانه بس يعتمد على الميمبرين بوتنشال. هل هو قريبا بعيد من هذا الثريشولد؟ فانت اذا تسوي له بولينج داون تنزله الى الاسفل حتبتعد عن الثريشولد اللي هو بمكانه ما تغير. لكن اذا تسوي له بولينج اب انت حتقرب من الثريشولد بحيث تسوي مرات يقول لك انا كنت منرفز وجاء ضوجني صرت بعد اكثر فهو هذا. هي فعلا كلمه صحيحه. هاي كلنا نحن بموضوع واحد ايش يسمونه سيلولار انفورميشن بروسيسنج يعني العين والجي اي تي والهارت والمسلز والبادي والكذا والاورجانز والجلانز كلها خليه العصب قطعه واحده كلهم يتصرفون نفس التصرف في يعني اللي هو سيلولار انفورميشن بروسيسنج سيلولار يعني اي خليه ما العين ما الجلد ما الاذن ما كله نفس الشيء ماكو فرق نهائي مجرد فرق انه الاورجان الفانكشن ما بيتفرق يعني من يكون عين فانكشن مالته انه ياخذ الحجم مال هاي الرحله حجم مال هذا القلم لونه شكله اما ملمسه الايدي النيورونز الموجوده بالجلد لكن هم كلهم مع بعض السيلولار انفورميشن بروسيسنج هو واحد اللي هو هذا اكسايتوري انهبيتوري سباشيال تيمبورال بري سينابتيك فاسيليتيشن اكتيفيتي ات اكزو اكزونال سينابس انكريز ذا اماونت اوف نيوروترانسميتر ريليز when action potential arrive at synaptic nerve.
مرات الفاسيليتيشن يصير من الاكسون على الاكسون. نفس الشيء اذا اكسون مع اكسون، واحد من الاكسون صار بيستيميليشن انتقل الى النيورون الاخر وجاء اكشن اخر لهذا الاكسون، راح ينتقل الاكسون الاخر فيصير عندي اكشن بوتنشال. هذا اكثر شيء يصير مع ماده السيروتونين اللي هو يسمونه يمكن هرمون السعاده. فولتج ريجوليتد كالسيوم شانل ريمين اوبن، يعني الكالسيوم هم له دور اللي هو بوزيتيف اللي دخل داخل الخليه بيسوي اكشن بوتنشال. اكشن بوتنشال ارايف prolonged opening of calcium channel, more calcium enter, more nervous system release, if it's that possible. The calcium هو مادة كلش مهمة داخل الجسم. لأن هم له علاقة بـ membrane potential اللي هو positive. يعني حال من حال الصوديوم هو واحد باثنين من هذاك plus two. وما عدا هذا المصل contraction وrelaxation هو علاقة كلش كبيرة بالكالسيوم. كمية الكالسيوم بعدين راح تاخذوها بالمسكولوسكيليتن والفيزيولوجي، يعني الاكتين والمايوسين اللي هم مسؤولين عن كونتراكشن ريلاكسيشن مال المصل، كل المصل سواء كان مصل سكيليتال يعني اراديه او لا اراديه سموث مصل كله يتدخل بها الكالسيوم في الانسان. هذا اكشن بوتنشال وصل لهذا النيورون سوى ريليس للجابا، الجابا منه جاما أمينو بيوتايليك أسيد، منه هو هذا إنهبيتوري، هو إنهبيتوري ترانسميتر، يعني بمجرد ما صار ريليس لهذا النيورو ترانسميتر يحصل إنهبيشن، هو أكو نيورو ترانسميتر هو إنهبيتوري، أكو نيورو ترانسميتر هو إنهبيتوري، ولهذا النيورون اللي يسوي ريليس للإنهبيتوري هو إنهبيتوري نيورون. واللي يسوي ريليس الاكسايتوري هو اكسايتوري نيورون. على ايش اعتمدنا؟ على النيورون ترانسميتر. ولو هو البروسيسنج هو واحد مثل ما قلنا. بس النيورون ترانسميتر راح يصير بينه ريليس، هو اللي راح يحدد هذا النيورون هو ستيميليتر ولا انهبيتر. ومن يحدد حتى هو يصير بينه ريليس؟ الميمبرين بوتنشيوم وصل لل 12 دولار. نعيدها. هسا انا عندي نيورون. على اي اساس اقول هذا النيورون انهبيتر ستيميليتر؟ على اساس النيورو ترانسميتر راح يصير بينه ريليز منه. اذا كان النيورو ترانسميتر يصير بينه ريليز منه هو من نوع انهبيتوري فهو انهبيتوري، اذا كان من نوع اكسايتوري فهو اكسايتوري. زين منو سوى له ريليز؟ السيلولار انفورميشن بروسيسنج، هذا الموضوع اللي هو شنو تيمبورال وسباشيال واكسايتوري ستيميتوري. الميكانيزم واحد بس النيرف اندك يختلف، يعني البروسيسنج مال انفورميشن هو واحد، صوديوم وبوتاسيوم انفتح الشانل عبر الثريشولد وصل الثريشولد ما وصل تيمبورال وسباشيال وصل للنيرف اندينج صار ريليز نيورو ترانسميتر. من هو هذا النيورو ترانسميتر؟ اذا انهبيتوري يعني يقول هذا النيورو، هذا النيرف اندينج هو انهبيتوري، ستيميليتوري ستيميليتوري او اكسايتوري. فاذا جاني الاكشن بوتنشال وهنا جاني الاكشن بس هنا من جاني الاكشن بوتنشال النيرف اندينج سوى ريليز للجابا والجابا سوى انكتيفيشن للكالسيوم شانل، كالسيوم ما بعد النيورون راح يصير منه هبش. بينما وصل عندي الاكشن بوتنشال هذا النيرف اندينج الترانسميتر اللي عندي هو السيروتونين سواء اكتيفيشن كالسيوم شانل راح يصير عندي ستيميليشن. اكو نقطه ما واضحه يعني هي بسيطه العمليه بس يحتاج لها تتخيلها. اكشن بوتنشال هو جهد كهربائي يعتمد على حتى ينتقل يعتمد على الكهرباء. كهرباء مال منو؟ مال ميمبرين مال خليه. شو الميمبرين مال خليه؟ بكهرباء. اي بكهرباء. جوا عنده ايونات نيجاتيف وبرا ايونات بوزيتيف، فهو كخليه دائما نيجاتيف. لان ما يريد يصير بينو ستيميليشن، ليش يصير بينو ستيميليشن؟ اذا ماكو اكشن يسويه. لكن انت قعدت من التخت مالتك هذا صار ستيميليشن. نزلت رجلك، تحركت، ركضت، استمعت للمحاضره، اكلت، دحكت على الضوء، هذاك جسم بعيد، هذا جسم قريب، بدا الستيميليشن. هو دائما نيجاتيف. لكن الاكشن اللي راح تسوينه يسوينه ستيميليتور. وهذا الاكشن بينه تفاصيل، بينه ديتيلز. المجموع ماله هو واحد اللي هو السيلولار انفورميشن بروسيسنج اللي هو موضوعنا. ايش يصير سيلولار انفورميشن بروسيسنج؟ عن طريق النيرف اندينج اللي راح ينقل المعلومه من النيورون الى النيورون. من البريسيناتيك على البوستسيناتيك.
زين من انتقل على البوست سينابتيك على ايش يعتمد؟ على موضوعنا اليوم سباشال وتيمبورال. وعلى ايش يعتمد؟ اذا كان النيرف اندينج هذا الانبوت مالته النيور ترانسميتر مالته اكسايتيتوري لو انهبيتوري، فاذا جاني اعاس على النيورون النهايه مالته جابا الكالسيوم شان راح تنسد، هذا انهبيتوري بري سينابتيك انهبيشن. بينما جاني سيروتونين ستيميليشن الكالسيوم هذا اكسايتيتوري أو pre-synaptic facilitation. واضح؟ يعني هنا راح تعطيني action positive، هنا راح تعطيني action negative. مرات احتاج هذا، مرات احتاج هذا. يعني من هنا أريد هذا يشتغل. level الصبح أريد هذا يشتغل. هذا مثال هو الأمثلة اللي أعطيكم إياها هو مثال نفس الشيء يصير digestion الجي آي تي، لكن داخل الجي آي تي نفس الشيء لمن إذنك تسمع شغلايا يعني hearing نفس الشيء. فالبروسيسينج هو واحد يختلف الأورغان اللي راح يعطيك الريسبونس. هذا عادة يعني هي التسميات، أنت تعرف إيش معناتها هاي التسميات راح يجي. يعني exodendrite synapse يعني أكسون مسوي السينابس مع dendrite. دندرايت شنو هي؟ نهاية عصبية من خلية أخرى. مرات الأكسون يسمي السينابس مع أكسون، يسمونه أكزو أكزون السينابس. هذا راح يسمينه بوست سينابتيك نيورون، هذا راح يسمينه بري سينابتيك نيورون. هذا جاب المعلومة فهذا يصير بري سينابتيك، هذا يصير بوست سينابتيك. يعني المعلومة تنتقل من نيورون إلى نيورون ثاني، نيورون ثاني إلى ثالث، من ثالث إلى رابع. الأول كان بري سينابتيك بالنسبة للثاني، الثاني صار بري سينابتيك بالنسبة للثالث. الثالث صار بري سينابتيك. واضح؟ هتفهمون انتم لو عشون بري سينابتيك انهبيشن جابا انهبت ذا فولتج ريجوليتد كالسيوم شان ذا اوتوميك اوف ذا سينابتيك بلوك انكريز ذا اماونت اوف نيوترانسميتر ريليس اكشن بوتنشال رايت سينابتيك. مثل ما قلنا اذا كان جابا انهبيشن كالسيوم شان راح تنسد والكالسيوم ما يكون يصير بري سينابتيك انهبيشن. يعني أكشن بوتنشال أرايف فيور كالسيوم شانل أوبن لأنه عندي جابا كالسيوم شانل ما تنفتح ليس كالسيوم إنتر ليس نيو ترانسميتر ريليس ديكريز ذا إيفكت أوف ذا سينابتيك انهبيشن. ما يصير عندي ترانسفير للأكشن بوتنشال أو ترانسليشن. بس أنتم عارفين نفتهم بالامتحان ببين ما هاو كان وي ديسكريمينيت بين سترونج بينفول أو ويك بينفول ستيمولس سينس لانجويج أون نيرفس سيستم إز يونيفورم. وأنا سأقول لكم كل اللانجويج هو واحد، ما قلنا هو كله بالنتيجة النهائية هو cellular information processing whatever it is سواء كان hearing, light, eye, touch, smell, تذوق whatever it is كله نفس الشيء cellular information processing. زين إذا اللانجويج واحد أشياء راح أعرف أنه هذا أقوى من هذا. يعني أنت تشاي تشرب شاي لما تشربه في البداية حار وللنهاية يبدأ حرارته تقل وأنت تعرف هذا الشيء. زين إيش تعرف هذا الشيء؟ إيش تعرف الفروقات بين هاي الجريدز الدرجات؟ يعني هذا سطح خشن بس أنا عادي أخليه يجي علينا وحتى يكون شوية أخشن هم عادي وأخشن إذا يصير له مرحلة أعرف حيشرحني ما أخليه يجي علينا. زين إيش أعرف هاي الدرجات؟ هو هذا السؤال. يقول لك إذا كان اللغة واحدة زين كيف يعرف إنه هذا أقوى من هذا؟ هذا الضوء أعلى من هذا؟ نحن مو الضوء ما نحتاجه، لا تحتاج بس الضوء القوي ما تقدر تشوفه أنت يأثر على عينك. لا هسه راح نجي بالبوبوليشن. In the sensory system there is 10 called sensory unit which consists of the receptor, its receptor field and nerve fiber which come from neuron zone. أكو شيء اسمه receptor فيلد. ريسبتيف فيلد يعني ايش؟ يعني المحيط مال هذا النيورون. يعني تمام بالاصابع مال اليدين اكو ريسبترات تحسس الاستيمولاي بس مو وحده بصف الاخرى، اكو فراغات بينها. هاي الفراغات بين وحده ووحده محسوبه بحيث هذا النيورون بهاي النهايه العصبيه يتحسس المجال الحولي
ما بس بالضبط نفس هذا المكان اللي هو موجود به. يسد هذا عندي النقطة ريسبتر مالستيميلاي بالجلد بهذا المكان. هاي المنطقة مالته وين يقع الستيميولاي؟ في حدوده نسميه ريسبتف كير يتحسسه، لكن بس عبر حدوده هذا النيورون ما يتحسسه. إن سنسوري سيستم نحن هنحكي عن إيش؟ عن إنبوت معلومات عم جيب، تمام؟ إن سنسوري سيستم there is a term called sensory unit which consists of the receptors, its receptive field and the nerve fiber which come from the neuron soma. بالسنسوري سيستم عندنا شيء اسمه sensory unit. إيش السنسوري unit؟ وحدة حسية. هاي وحدة حسية. يعني مثل ما نقول كلية الصيدلة، من إيش تكون كلية الصيدلة؟ طلاب وأساتذة ومختبرات وقاعات وطابق واحد، يعني هاي المكونات مهمة. بالسنسوري سيستم، السنسوري سيستم قسم إلى وحدات صغيرة. هاي الوحدات الصغيرة من إيش تكون؟ نيورون اللي جاي، الريسبتر مالته والمجال. يعني مسؤول عن هذا الأربع كاشيات فقط. أنا ما لي علاقة إذا جاء ستيميلاي بهذا الكاشي الآخر. هذا الريسبتر فيلد مالتي. مع بعض هذا النيورون مع الريسبتر مع هذا الفيلد نسميه سنسوري. In the transmission of the sensation from the receptor through the nerve fiber, there is a phenomenon called lateral inhibition. بس إيش عندنا؟ عندنا في الظاهرة يسموها lateral inhibition، يعني إذا صار inhibition للفيلد الجانبي ممكن حتى إذا stimulation ما تحسسه. تفاصيل ما ذكرتها. If we force pain tip on one of our finger, the sensation will be transmitted from receptor through the median nerve, which supply lateral 3.5 finger cutaneously to the cervical segment of the spine. يعني إذا خلي دبوس على صابعك، خلي بالك أنه قد يقع في مجال نيورون واحد أو أكثر من نيورون. يعني أكو تقاطعات بالمجال بحيث الجلد كله مغطى. يعني تماما أنا مسؤول عن هاي الأربع كاشيات، بس أكو سنتيم من كل صفحة من الصفحات النيورون الآخر عن مسؤول عليهم. سنتيمين ثلاثة من عندي، سنتيمين ثلاثة من عنده، هو يدخل على مجالي وأنا يدخل على مجالي. فلما تخلي قطعة دبوس على أصابعك تتوقع أنه أكثر من نيورون ينقل، ليش؟ هو وقع في مكان مشترك بين 3 نيورونز. مو قلنا كل واحد مسؤول عن منطقة معينة، لكن هاي المنطقة بها مسافة مشتركة بين نيورون ونيورون آخر بجانبه. هذا الريسبتيف فيلد، يعني المنطقة الحسية والمكان اللي يتحسسه هذا النيورون. هذا السيمتوم ذا اكسون ذا سنترال ايريا اوف ذا سكين وير ذا بين تيب سبلاي سين كولاترال تو ذا اكسون ان ذا ايريا ادجسنت تو ذا سنترال ايريا بيريفيرال ايريا. هو هذا النيورون اللي وقع عليه الواخزة او الابرة او الفيلد المجال اللي وقع بين يا نيورون اي نيورون اللي كان داخليا راح يحفز النيورونات اللي حوالينه حتى اذا هو خارج الريسبتر فيلد مالتهم. ليش؟ هو هذا انتجريشن للبروسيسنج. احنا ما قلنا عندنا تيمبورال وسباشيال؟ ما دام احنا نريد نوصل اعاز للدماغ يحتاج انه فعلا نوصله. قد يكون هذا الاعاز لما ينتقل من نيورون واحد الدماغ ما يستجيب، ما تمام؟ ما قلنا ما يعبر الثريشولد؟ فايش يسوي هذا الاكسون؟ اوكي لما نسد هذا الريسبتف فيلد مال واحد من النيورونات وهذا الريسبتف فيلد مال النيورون الاخر وهذا الريسبتف فيلد مال النيورون الثالث. اذا جت الواخزه وقعت هون هذا راح ينقل وهذا راح ينقل وهذا راح ينقل. بس اذا وقع بس هنا هذا راح ينقل بس يحفز هذول الاثنين حتى ينقلوا. اوكي ليش؟ حتى تصير عشان بوتنشيال. اذا ما تمبورال حتى سباشيال.
واضح؟ احنا ليش رحنا التيبورال سكواش؟ حتى نيجي نصل هاي المرحلة. عندي ريسبتيف فيلد، اوكي هاي النيورون بس مسؤول عن هاي المنطقة. وهذا النيورون بس هاي المنطقة. جت الوافزة وقعت هون يا ما عندي مشكلة، كلفتهم يقولون لي في مجال بس وقعت هون. هذا راح ينطل بسرعة ويحضر النيورون البوست سينابتيك نيورون لهذول همينها. يسوي لهم شوية ستيميوليشن بعدين راح يصير. ما هو إذا وقع برسيت الفيلد مع الاثنين من عندهم خلص هاي الاثنين يقولون بس اثنين ما يحفزون اليمين يحفزون اليمين كل الأحوال يحفزون اليمين والسبب أشنو يعني وكأنه لأنه يريد فعلا ينقل هذا الإعاز للدماغ يبقى البوست سيناتيك والدماغ ينجازون بهذا الإعاز يا يهملونه يا يستجيبون فهم يقع برسيبت الفيلد مع ثلاثتهم يقولون خلاص ماكو داعي بعد يعني ما يحتاج الجوارين بعد تنبههم هم ثلاثة نقلوا خلاص الإعاز راح يصير بس لو وقع برسيبت الفيلد مع الواحد لأنه راح يكون قوي بس على هذا الأكسون أو هذا النيورون فش راح يسوي هذا الواحد يسوي استيموليشن لثلاثة الله أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو دلوقتي. ليس كولاترال يسمونه كولاترال أشنو كولاترال يعني ما أعرف هو أشرح يكون تفسيره بالضبط بالعربي بس عادة كولاترال يعني طريق جانبي هذا طريق رئيسي مسدود البنجلة فرع يسمونه كولاترال بس الحياة اليومية سأل طريق أفوت على الفرع هذا اسمه كولاترال طريق جانبي فهذا التحفيز الجانبي these collateral are inhibitory to the peripheral axon prevent transmission of sensation through them مرات يصير inhibition من collateral thus there is a better transmission and sensation in the central part and small sensation in the periphery acuity of the sensation in the central area is greater this provides a contrast هذول collateral ايش يسوي يعني تمام تحفزوا بس يحاولون يسوون الهيبشن ويوجهون الاكشن بوتنشال عن طريق النيورون يصابين ستيميليشن حتى أكثرية الإحساس ينتقل عن النيورون اللي صابين ستيميليشن هذول الكولاترال اللي صابين ستيميليشن هم يحاولون يوجهون الإعاز باتجاه النيورون الأقرب للستيميولاي حتى هو ينقل الإعاز بشكل أكبر حتى لا يتشتت الريسبونس هذا يسمونه كونتراست يعني تمام جاء الواخزة وقعت في هذا المكان هذا ثلاثتهم حفزوا نقول اللي عاز جاء الواخزة وقعت هنا هذا ينقل اللي عاز هذا ليس بهم ستيميليشن بس هذول قدر الإمكان يحاولون يهملون هذا الستيميليشن ويوجهونه باتجاه النيرون اللي مصاب اللي وقع عليه الستيميليشن هذا يسمونه أكيوتي يعني تحديد أو حدية مثل ما مرض تسمع acute disease مرض حاد acuity يعني حتى يكون التوجيه باتجاه هذا النيورون نفسه يعني زيادة التركيز على منطقة زيادة التركيز على منطقة الألم منطقة يعني أنت مثلا هاي اليد مالتك إذا انصاب هاي الإصبع انصابت كما تسحب هاي الإصبع من النار أو من الواخزة تسحب هاي special method لأنه النيورونات تمام تحفز بالمنطقة لكن وجهت باتجاه إصابة هتصير أكيوتي يعني دقة بالاستجابة بالمكان اللي صار أكيوتي فيه وإذا وقعت قريب على هذا أو قريب على هذا أو قريب على هذا راح يجون بدل النتيجة وهذولا الجوانب يسمون كونتراست سيرنال ديفيجن نيم اوف انكريز أكيوتي اوف سنسيشن ان ذا سنترال اريا هاي الكولاترال انهبيشن يعني كل ما يصير انهبيشن بهاي المناطق الجانبيه ويتوجه باتجاه مكان الديفكت راح يكون نقل الإعاز العصبي اسهل واسرع. سينابتيك فتيك ذا ترانسميشن فاين باس بين تو نيورون از باي ذا ريليز اوف ذا ترانسميتر ويتش ستوب ان ذا فيزيكال تو بي ريليز ان ذا سبيس بين ذا تو نيورون ديورينج اكشن بروتيشن. ديتي كومباين اوف ذا ريسبتر اوف ذا سكند نيورون سيلمن بارت يور ترانسميتر سيز will not be forever because they are limited.
احنا جبنا جال يعازل عصبي ضوء صوت واخزة حرارة نار جال يعازل عصبي معلومات تدخل الدماغ وصل يعازل عصبي البري سيناتي بعدين انتقل للبوست سيناتي تمام عن طريق ايش نيوروترانسميتر هاي ترانسميتر كميته محدودة اكو منه مخزون بس كميته محدودة من يخلص بعد ما يستجيب يسمونه نيورون سينابتيك فتيك فتيك ايش يعني تعبان يعني هاي 10 دقائق تفتهم المحاضرة 20 دقيقة هذا نعم فإذا الترانسميشن يصل إلى مرحلة يسمونه سينابتيك فتيك هاي أنتم هنا بالحضور زين دكتورين ايش قد تعملوا بس ربك يعلم هاي السينابتيك فتيك السينابتيك فتيك ايش معنى هذا معناته طبعا هو هذا جزء من المحاضرة انه تغير الموضوع حتى يرجع يصير هذا السينابتيك فتيك لا يصير يعني ولهذا يحتاج ان تاخذون ريست بين المحاضرة والمحاضرة وعالميا هو صراحة يعني 10 دقائق ربع ساعة ولهذا تشوفون بالكونفرنسات العالمية بالمؤتمرات العالمية السبيكينج هو لكل شخص 10 دقائق ربع ساعة ماكو زيادة 10 دقائق 12 دقيقة 3 دقائق للأسئلة حتى يجي شخص آخر بين ما يبدل صار ريستارت عند الجمهور وهكذا بين ما تبدل المتحدث يعني عما ينزل هذا من الستيج يرجعون يقرون اسم الشخص الثاني وعما الناس تلتهي منه هذا الشخص الثاني راح يصعد من الستيج وايش الموضوع صار ريستارت وحتى لا يصير هذا السينات الفني هو صار لك هذا هم صار بيه فتيك تلاقي ما هاي خلص.